يوجد مجلات خليعة قد انتشرت في أيدي الشباب تحمل دعاية للدخان وتجعل جوائز مهرية وتحمل دعاية للخلاعة والمجون، هل هناك منقذ ورادع ورقابة مخلصة غير الرقابة الحالية؟ يجب هذا، يجب توجد هذه الأشياء، ويجب على الكتاب أن يكتبوا وينكروا، وعلى العلماء أن يبلغوا، وعلى ما وجد شيئا أن يبلغ أيضا، لأن العالم والكاتب قد يفوته شيء، فالذي يرى شيئا ينبغي يكتب فيه ولا يرى أنه أنكر ولا بين، ينبغي له يكتب لأهل العلم ويذكره حتى ينكر ذلك، وحتى يحصل التعاون بين العالم والطالب وبين أعيان المسلمين وبين الدولة أيضا، فالتعاون واجب بين الدولة وبين العلماء وبين أعيان المسلمين في كل مكان في هذه البلاد وفي غيرها، ولا يجوز السكوت أبدا، فالناس بخير ما تعاونوا وكتبوا وتناصحوا، أما إذا سكتوا فهذا هو عنوان الشر والعياذ بالله والبلاء.